السلام عليكم متابعين عالم عزة، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في الفيديو السابق كنت قلت لكم غادي نخدموا 8 ديال السطوره بنفس هذا الحساب اللي كنت قلت لكم انكم غديروا 3 الاعمده جوج سلسلات، 6 ديال الاعمده جوج سلسلات، هنا 14 عمود جوج سلسلات، 6 ديال الاعمده جوج سلسلات، 3 الاعمده. قلت لكم غتخدموا 8 السطوره زائد دوك الجوج اللي كنا خدمنا هي 10. غتحصلوا هنا كيف ما كتشوفوا، انا غنعاود نحسب معاكم، غتحصلوا على 10 ديال الفراغات. واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة ها ستة ها سبعة ها ثمانية ها تسعة ها 10. نفس هاد الحساب اللي قلت لكم هنا كيتعاود 10 ديال السطور، كل سطر كتعاودوا فيه نفس الحساب. من بعد دابا غنوريكم كيفاش اننا غنسد نديروا هاد الخدمة اللي بحال هاد المثلث اللي كاين هنا، هاد الكبير وهاد الصغير من هنا من الفوق. هنا كيف كتشوفوا هنا حصلنا على 3 ديال الاعمده، هما اللي دائما كنا كنحصلوهم عليهم هنا في الجنبه، هما دائما هنا طلعنا ب 3 ديال الاعمده، هما هنا في الاخر كاين عندنا 3 ديال الاعمده. غنديروا 3 السلسلات، 1 2 3، كنقلبوا الخدمه. هاد اول دقه كنقزوها، كنجي للدقه المواليه كندير العمود الثاني حداه العمود الثالث. هنا في هاد الفراغ غنزيد جوج الاعمده، هي 5 4 5. هما دابا خدمنا 5 ديال الاعمده، غنديروا جوج سلسلات. هاد الدقه الاولى غنقزها، الثانيه غنقزها، غنجي للثالثه غنخدم العمود الاول العمود الثاني والعمود الثالث والعمود الرابع. هنا 4 ديال الاعمده، وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا غنزيد جوج الاعمده اخرين، هي 6 5 ها 6. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا حصلنا على 6 ديال الاعمده. من بعد غادي ندير جوج سلسلات، ها وحده ها جوج، غنقص الدقه الاولى لا الثانيه لا، هنا غنجي هنا في الثالثه غنخدم العمود الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع والثامن. هنا غنخدم 10 الاعمده، 8 ها 9 غنخدم فقط 9 ديال الاعمده، 10 عفوا 10 ديال الاعمده. من بعد ما خدمت هاد 10 ديال الاعمده كندير جوج سلسلات، وحده باش نحيد معوده هادي باش نكاد غير الحرير راه هو بقى خارج. هما هنا عندنا 10 ديال الاعمده، هنا راه كنقزو جوج من هنا حتى هنا غنقزو جوج من هنا. دابا هما عندنا 10 الاعمده، غندير جوج سلسلات، غنجي لهاد الفراغ غندير جوج الاعمده، ها واحد ها جوج، وغنجي لهنا لهاد الاول غنخدم الثالث تاني، هنا 6 4 ها 5 ها 6. من بعد غادي ندير جوج سلسلات، وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا غنخدم جوج الاعمده، وغنخدم 3 فوق من هذوك الثلاثة اللي عندنا، هي 5. غنحصلوا على 5 الاعمده كيف الجهه الاخرى، حتى هي حصلنا فيها على 5 ديال الاعمده. هنا 4 ها 5. من بعد غادي نطلع بثلاثه ديال السلسلات، ها وحده ها جوج ها ثلاثه. غنقلب الخدمه، هاد اول دقه كنقزها كنجي لهاد الدقه المواليه، غنخدم ثاني فوق من هاد الخمسه اللي كاينين عندي، غنخدم 5 ديال الاعمده، هي هنا 3 ها 4 ها 5. هما 5 ديال الاعمده، غنزيد حداهم هنا جوج، هي 7 ديال الاعمده. هانتوما كيما كتشوفوا هنا حصلنا على 7 ديال الاعمده. ثاني غندير جوج سلسلات، غنقص الدقه الاولى لا الثانيه لا، في الثالثه غندير العمود الاول العمود الثاني والعمود الثالث والعمود الرابع، وغنزيد جوج في الجنب، هي 6. هانا هنا غنزيد 5 6،
هانتوما كما كتشوفوا. دابا غندير ثاني جوج سلسلات، ها وحده ها جوج. هاد اول دقه كنقزها، الثاني كنقزها، كنجي للثالثه غندير العمود الاول، العمود الثاني، ثلاثه، هنا فقط غيكونوا سته، اربعه، ها خمسه، ها سته، هما سته ديال الاعمده ثاني حصلنا عليهم. هنا هاد جوج اللي كيبقاو عندنا راه ما غنخدموهمش، غندير جوج سلسلات. غنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا، غندير العمود الاول، العمود الثاني، وغادي نزيد عليهم اربعه ديال الاعمده باش نحصل على سته. هما عندنا جوج، غنجي لهنا غنخدم الثالث، ها الرابع، ها الخامس، ها العمود السادس، وغادي ندير جوج سلسلات. هما كيف ما كتشوفوا هنا عندنا سته ديال الاعمده، غندير جوج سلسلات وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا، غندير جوج الاعمده، ها واحد، ها جوج، وغنخدم فوق من هاد الخمسه اللي كاينين عندي، غنخدم خمسه ديال الاعمده زائد هاد جوج هي سبعه. من بعد ما خدمت سبعه ديال الاعمده غنطلع بثلاثه السلسلات، كنقلب الخدمه. هاد اول دقه كنقزها وغنجي لهاد الدقه المواليه وغنخدم ثاني هنا سبعه ديال الاعمده فوق من هاد السبعه اللي عندنا. من بعد ما خدمنا هاد السبعه كيف قلت لكم غنزيدو عليهم جوج هنا في هاد الفراغ، هي تسعود، ها ثمانيه، ها تسعود. هما هنا حصلنا على تسعه الاعمده، غندير جوج سلسلات، غنقز هاد الدقه الاولى لا الثانيه لا في الثالثه، غندير ثاني العمود الاول، العمود الثاني، ها ثلاثه، اربعه ديال الاعمده، هما اربعه، وغنزيد جوج في الجنب هنا هي سته، ها خمسه، ها سته. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا هاي غادا غادي كنشكلو في هاد المثلث اللي كاين هنا، كنشكلو في نفس الوقت الكبير والصغير في نفس الوقت. هاهما كيف ما كتشوفوا فيهم، هنا خدمنا سته الاعمده. غندير دابا جوج سلسلات، غنقص الدقه الاولى لا الثانيه لا هنا في الثالثه، غندير العمود الاول والعمود الثاني. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا في البدايه هنا كانوا عندنا جوج الاعمده، ها هي ثاني هنا حصلنا نفس الشيء على جوج الاعمده. دابا غادي ندير جوج سلسلات وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا، ندير العمود الاول، العمود الثاني، وغنزيد عليهم هنا ثالث، هنا اربعه، حتى هنا غيكونوا سته الاعمده، ها اربعه، ها خمسه، ها سته. هاهما من بعد ما حصلنا على هاد سته الاعمده غندير دابا جوج سلسلات وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا، غنزيد جوج الاعمده، ها جوج، هاهما جوج خدمتهم، وغنزيد عليهم هاد السبعه اللي كاينين هنا هي تسعود. هاهما هنا من بعد ما خدمت هاد تسعه الاعمده غنطلع بثلاثه السلسلات، غنقلب الخدمه. هاد اول دقه غنقزها، غنجي للدقه المواليه وغنخدم فوق من هاد التسعود اللي عندنا، غنخدم تسعه ديال الاعمده، كل عمود غنخدم فوق منه عمود. هاهما هنا من بعد ما خدمت هاد تسعه الاعمده غنزيد جوج في الجنب هنا، ها عشره، ها حداش. هنا كيف كتشوفوا غنحصل على حداشر عمود. غندير جوج سلسلات، الدقه الاولى لا، الثانيه هي غنقزها، في الثالثه غنخدم العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع، وفي هاد الفراغ غنزيد جوج هي سته، جوج الاعمده، هاهما سته ديال الاعمده. دابا غادا ندير جوج سلسلات، غنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا وغندير جوج الاعمده، ها واحد، ها جوج، وغنزيد عليهم هنا ثلاثه، اربعه، خمسه، سته. حتى هنا غنخدم سته ديال الاعمده هاهما، وغندير جوج سلسلات وغنجي لهاد الفراغ غندير فيه جوج الاعمده، وغنخدم فوق من هاد الاعمده اللي عندنا، غنخدم واحد، جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعود، تسعه ديال الاعمده زائد هاد جوج هي 11. هاهما زعما نتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما خدمت هاد 11 عمود ثاني غنعاود نطلع بثلاثه السلسلات كيف ديما. غنقلب الخدمه، هاد اول دقه كنقزها، غنجي للدقه المواليه
وغنخدم تاني 11 عمود فوق من هاد 11 اللي عندنا. هنجوم احنا من بعد ما خدمنا هاد 11 عمود غنزيدو عليها هنا جوج أعمدة في الجنب، هي 13 هاي. دابا حصلنا هنا على 13 عمود، غنديرو جوج سلسلات، هاد الدقة الأولى كنقزوها، التانية هي كنقزوها، في الثالثة غنديرو العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، وغنجيو لهاد الفراغ اللي كاين هنا وغنديرو فيه فقط جوج الأعمدة، وغنجيو تاني لهنا غنخدمو هاهي كيف كتشوفو هنا، غنخدمو تاني العمود الأول، هنا العمود الثاني، الثالث، الرابع، هي المجموع اللي كيكون عندنا هنا في الوسط، هنا كتكون عندنا 10 ديال الأعمدة اللي غتحصلو عليها. من بعد ما خدمنا هاد 10 ديال الأعمدة غادا ندير جوج سلسلات، وحدة ها جوج، وغنجي لهاد الفراغ غندير فيه تاني جوج الأعمدة. من بعد ما خدمت هاد جوج الأعمدة غنخدم 11 عمود فوق هاد 11 زائد هاد الجوج هي 13. من بعد ما خدمت هاد 13 عمود كيف كتشوفوا غندير نطلع دابا بثلاثه السلسلات وغنقلب الخدمه. هاد اول دقه كنقصها، كنجي للدقه المواليه وغنخدم فوق من هاد 13 عمود، غنخدم 13 عمود. هانتوما كيف كتشوفوا من بعد ما خدمت هاد 13 عمود غنزيد عليهم جوج هنا في الجنب، هي 15 14 15. هانتوما كيف كتشوفوا هنا راه عندنا 15 عمود. دابا غندير جوج سلسلات، هاد اول دقه كنقزها، الثاني كنقزها، غنجي للثالثه وغندير العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، والعمود السادس. هنا فقط غنخدمو 6 ديال الاعمده. من بعد كنديرو جوج سلسلات، كنجيو لهاد الفراغ اللي كاين هنا غنديرو جوج الاعمده، وغادي نخدمو فوق من هاد 13 اللي عندنا، 13 عمود زائد هاد الجوج هي 15 عمود. كيف ما فهاد الجهه حتى هي عندنا فيها كيف كتشوفوا هنا راه عندنا 15 عمود. هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما خدمنا هاد 15 عمود غادي نطلعوا دابا بثلاثه السلسلات. غنكون غتسرب ليا هاد العمود الاخر، نعاود نخدمو ونطلع بثلاثه السلسلات، واحد جوج، واحد ها جوج ها ثلاثه. كنقلب الخدمه، هاد اول دقه راه كنقزها، هاد الدقه المواليه ثاني هنا غنخدم فوق من هاد 15 كامله اللي عندنا، غنخدم 15 عمود. من بعد ما خدمنا هاد 15 عمود كيف ما كتشوفوا غنزيدو هنا جوج الاعمده في الجنب، هي 17. هنا راه غنخدموا غتحصلوا على 17 عمود. غندير جوج سلسلات، الدقة الأولى كنقزها، الثاني كنقزها، غنجي للثالثة وغنخدم العمود الأول وغنخدم العمود الثاني. هانتوما شوفوا هنا، راه كنبغي نذكركم باش تبان ليكم راه باش ما بدينا باش ما كنسالي، هنا عندنا جوج الأعمدة، هاهي تا هي هنا غنحصلو على جوج الأعمدة. من بعد ملي خدمنا هاد جوج الأعمدة غندير جوج سلسلات وغنجي لهاد الفراغ غنخدم جوج الأعمدة، وفوق من هاد 15 عمود اللي كاينة غنخدم 15 زائد هاد الجوج هي 17. هانتوما هنا كيف كتشوفوا هنا راه غتحصلوا على 17 عمود. كيف هاد الجهه هي فيها 17 عمود، هنا راه كيكونوا جوج سلسلات، جوج الاعمده، جوج سلسلات، وفي هاد الجهه هنا 17 وفي هاد الجهه 17 عمود. دابا غادي نطلعوا بثلاثه السلسلات، غنقلبوا الخدمه، هاد اول دقه راه حنا دائما كنقزوها، غنجيو لهاد الدقه المواليه وغنخدموا فوق من هاد 17 عمود، غنخدموا 17 عمود، وغنزيد هنا جوج الاعمده في الجنب هي 19 عمود، وغندير جوج سلسلات وغندير هنا جوج الاعمده وغنخدم 17 ديال هنا زائد هاد الجوج اللي غنزيد هنا هي 19. انا هنا غنخدم ونرجع نوريكم هاد السطر. هانتوما هنا كيف كتشوفوا من بعد ما خدمت هنا 19 عمود درت جوج سلسلات وخدمت ثاني هنا 19 عمود، هنا كنكونوا كملنا هاد الشكل كيف ما كتشوفوا، ها هو كملناه. في المرحله المواليه هانتوما كيف ما كتشوفوا ملي كنكونوا كملنا هاد الشكل راه غتعاودوا هنا من فوق من هذه غتعاودوا ثاني تخدموا
جوزه بحال هذه وغتعاودوا تخدموا هذا الشكل ثاني. هذا بحال الخدمه اللي درنا هنايا من التحت، هذه الجوزه كتخدموها هنا من الفوق وغتعاودوا تخدموا هذا الشكل، كيبقى كيف ما كتشوفوا كيبقى يتكرر. هانتوما هنا كتشوفوا بدينا بجوزه، درنا فوق منها هذا الشكل، عاود درنا جوزه ودرنا فوق منها هذا الشكل، حتى كتحصلوا على الطول اللي بغيتوا نتوما. من بعد هنا راه كنديروا الفتحه، ها هي كما كتشوفوا هنا الفتحه ديال هاد الجلابه. هنا كاينين جوج طرق باش كديروا الفتحه. هنا كيف كتشوفوا هنا كيف غايبان لكم، انا هنا الفتحه راه ما قاسماش الخدمه على النص وطلعت مقاده. كيف ما كتشوفوا انا هنا الجلابه درت فيها واحد هنا الفتحه، جاتني بحال لفي. نتوما كيف ما كتشوفوا ماجيه بحال لفي، يعني كنبقى نقص من هنا، كنقص في كل سطر كنقص عمود، وفي هاد الجهه نفس الشكل كنبقى كل سطر كنقص عمود كنقص عمود مع هاد الخدمه وهي غدا كتصغار. هنا واش بغيتو نشارك معكم الطريقه ديال الفتحه اللي غنقسم لكم الخدمه على النص ويجي كل طرف فيه نص ديال هاد الخدمه بوحدو والنص ديال هاد الخدمه بوحدو، ولا بغيتو هاد الطريقه اللي كتجي على شكل في كما كتشوفوا هنا. انا هنا راه سرحت لكم هنا القب، سرحت لكم هاد الدرس باش تشوفوا هنا كيف كتجي الخدمه، راه كيجي هاد الفتحه كتجي على شكل في. الا بغيتوا هاد الطريقه خليوا لي التعليق اسفل الفيديو وقولوا لي اين طريقه بغيتوا نشارك معكم فيها الفتحه، واش بغيتوا هادي اللي كتكون على شكل في اولا بغيتوا اللي كتكون على شكل عادي ان الخدمه غير كتقسم فقط من الوسط. ان شاء الله غنشوف التعاليق والشكل اللي بغيتوا، راه ان شاء الله نشاركوا معكم. ملي كتكونوا كملتوا ديك الساعه الخدمه راه غنوريكم هنا كيفاش كنزينوها بهذا الدرس المتكي. وفيما يخص هنا الطريقه كيف كتشوفوا ديال التلصاق ديال نصف طوق، هانتوما كيف ما كتشوفوا راني متبته من هنا من الداخل وعاد باش متبته من برا. راه سبق ليا وحطيت فيديو خاص على الطريقه ديال باش كنركب هاد نصف طوق كيف ما كتشوفوا، راه جا جد رائع وفي الصراحه هو كيستاهل ان السيده انك تجربيه. شوفوا كيف كيجي، كيجي مختلف على الاشياء اللي كاينه، وحتى طريقه التزيين ممكن انك تغيري فيها. انا هنا اكتفيت فقط بالعقيق، ممكن انك ديري هنايا هذيك الحجيره على شكل شميشه، وهنا ديري شي شكل ديال شي حجره كبيره، يعني غتعطيها واحد الجماليه اكثر. في الاخير ما تنساوش انكم ديروا جيم وتفعلوا جرس الاشتراك باش ان شاء الله دائما يبقى يوصلكم الجديد. والسيده اللي عندها اي استفسار او تساؤل راها ممكن تتواصل معايا اما عن طريق الفيسبوك او الانستغرام، راه كنجاوب السيدات على جميع الاستفسارات ديالهم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.